اتصال مع غادة من المنصورة. آه غادة، ايوه تمام. سلام ورحمة الله وبركاته. ايوه انا عايز اشترك. أهلا بك يا غادة، أخبار المنصورة إيه؟ الحمد لله تمام. طب علي صوتك عشان أسمعك. ايوه انا موجودة الحمد لله. أهلا بك. انا عايز اشارك مع حضرتك في الأسئلة. عايزة تشاركي معايا. اه هايل هايل، برافو برافو يا غادة. طب اطرفي كده، قولي لي ملخص اللي انا قلته ومصر كلها سامعاكي. ماشي، أبدأ من أول إيه؟ يعني لو انا عندي سلك بيحمل تيار موضوع عمود على المجال. اه يبقى موضوع عمود على المجال. ايوه يبقى طب ممكن حضرتك تكتب وانا اجاوب على المثال. تمام، يعني انت عايزاني اسال وانا، طيب انا هسال في هذا الدرس. تمام ماشي تمام. احنا بقى قلنا ايه؟ اذا وضع سلك يحمل تيار عمود على المجال اثر فيه المجال بقوه، المجال هذه القوه تحركه في اتجاه عمود على المجال وعلى التيار. انا هسالك سؤال، سؤال بيقول لي اذكر العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم. ماشي يا غادة، بقول اذكر العوامل التي تعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم. ما هي هذه العوامل؟ كثافة الفيل. تمام. واتجاه التيار. ومين؟ كثافة الفيل واتجاه التيار. ها بصي، أنا عايز أقول مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم. قلتي كثافة الفيل صح. هل اتجاه التيار له علاقة بمقدار القوة؟ لا. تمام. أمال بدل اتجاه التيار أقول مين؟ أقول طب يا غادة. أيوة. أنا حابب تخليكي معايا، خليكي معايا بقى كده، أعلمك حاجة حلوة أوي. أنا هغش الإجابة من السؤال. أه. متفقة معايا؟ ركزي معايا. العوامل التي تعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك، السلك ده له ايه؟ نعم. اي سلك له ايه؟ له طول. شكرا، يبقى طول السلك. فهمتني؟ اه. يحمل تيار يبقى ايه؟ يبقى طول السلك شدة التيار. شدة التيار. تمام؟ تمام. موضوع اغش منها ايه؟ لو انتي متابعاني، مرة حطيت سلك عمودي ومرة حطيته موازي. وهو عمودي كان عامل زاوية كام مع المجال؟ هو عمودي كان عامل زاوية 90. هايل. طب هو موازي بعامل زاوية كام؟ هو موازي كان منطبق. كان منطبق عليه. يعني زاوية كام؟ كان صفر. هايل. يبقى الزاوية لها دور ولا ملهاش دور؟ اه. يبقى كلمة موضوع نغش منها الزاوية التي يصنعها السلك مع المجال. فهمتني؟ اه تمام. دال لسه فاضل حاجة كمان. يبقى سلك طول السلك يحمل تيار شدة التيار آسف، موضوع يبقى الزاوية التي يصنعها السلك مع المجال. طب داخل المجال يبقى مين بقى؟ كثافة الفيض. فهمتني؟ بس بص بقى يا غادة، أنا غشيت منين يا غادة؟ من المعطيات اللي هتهز. شكرا. العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك، سلك يبقى؟ في سلك يبقى طول السلك. يحمل تيار يبقى؟ شدة التيار. موضوع يبقى؟ يبقى الزاوية المحصورة بينه وبين كثافة وبين السلك. تمام. مجال يبقى؟ كثافة الفيض. طب هسألك سؤال أنا بقى تاني. اه.
لو قال له اذكر العوامل التي تعتمد عليها كثافه الفيض، بص بقى عشان نشوفك فهمتني ولا لا، كثافه الفيض عند مركز ملف دائري يحمل تيار. غششيني بقى. كثافه الفيض عند مركز ملف دائري. تمام. مركز اغش منها مين؟ عند مركز اغش منها الزاويه. ايه؟ الزاويه. لا، مركز، مركز ملف دائري. يبقى مركز الدايره. مركز الدايره يبقى ايه؟ يبقى اتجاه التيار. لا يا غاليه، مركز الدايره يعني بعد النقطه ده عن محيط المركز. بعد النقطه عن محيط المركز. يبقى نغش من اسمها بقى النقطه دي. نصف القطر. انا رسمها الطول. يبقى نصف القطر، فهمتي؟ ملف يبقى اغش عدد اللفات، فهمتيني؟ تمام. يحمل تيار يبقى شدود التيار. كده سهله ولا مش سهله؟ سهل. صح. يبقى غشيت بقى مركز بنصف قطر، ملف عدد اللفات دائري اكد لي نصف القطر، تيار يبقى شدة التيار. طب قولي بقى يا غدا تاني، هديكوا فرصة عشان نديك تحية على الهوا كده. كثافة الفيض عند نقطة على محور ملف لولبي يحمل تيار. غششيني. يحمل تيار يبقى شدة التيار. هايل، شدة التيار. ملف يبقى ملف يبقى عدد اللفات. عدد اللفات. طب محور يبقى طول. شكرا. يبقى طول محور الملف. عرفت احنا بقى في مدرسة على الهوا بنغش ازاي؟ بنغش من السؤال. افضل ولا مش افضل؟ لا افضل. اخر حاجة، كثافة الفيض عند نقطة بس بالقرب من سلك يحمل تيار. غششينا بقى دي. كثافة الفيض عند نقطة بالقرب من سلك يحمل تيار. يحمل تيار وشدة التيار. هايل، شدة التيار. عند نقطة بالقرب من سلك اغش منها ايه؟ مسافة بينها. خلي بالك انا غشيت بعد المركز عن المحيط، سميته نصف القطر. هنا عند نقطة بالقرب من سلك يبقى الطول. مسافة بينهم، مسافة بين ال بين النقطة والسلك. اسمها المسافة، المسافة بين العمودية. صح. اللي هي بعد النقطة عن السلك، فهمتني كده؟ نرجع بقى للسؤال بتاعنا الأساسي. اذكر العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك. قلنا طول السلك، يحمل تيار، شدة التيار، موضوع يبقى الزاوية التي يصنعها السلك مع المجال. داخل مجال منتظم تبقى كثافة الفيض. صح. تمام. طول السلك رمزه ال متر. طب اي شدة التيار امبير. طب الزاوية اديها الرمز سيتا. سيتا درجة. طب كثافة الفيض، كثافة الفيض بي. بي وحدة قياسها كثافة الفيض ويبر. لا، كثافة الفيض، الفيض هو اللي ويبر. كثافة الفيض ويبر على المتر المربع او تسلا. تمام. تمام. عندك بقى القوة اف طرد، خليكي معايا، طرد مع ال. تمام. اف طردي مع اي، اف طردي مع ساين سيتا، اف طرد مع بي. تمام. تمام. اصبحت القوة طرد بقى مع مين في مين في مين في مين؟ ال في اي في ساين سيتا، يعني بي مش كده؟ اي ال ساين سيتا. لما نحول من علامة تناسب الى علامة تساوي بعمل ايه؟ بنحط ثابت. تمام. بي اي ال ساين سيتا. صح كده؟ طب الثابت ده هيساوي واحد، اصبحت اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا. صح كده؟ تمام. طب لما يكون السلك ده موضوع عمود على المجال، سيتا بكام؟ سيتا ب90. طب وساين 90 بكام؟ ساين 90 بواحد. يبقى اصبحت اف بتساوي كام؟ بي اي ال. بي اي ال. عندك مشكله كده؟ لا كده تمام. هسالك سؤال بقى،
وصلنا اف بتساوي بي اي ال. انا عايز من غادة المنصورة تستخدم هذا القانون. اشرحي بقى لي زمايلك على الهواء ازاي اقدر اجيب تعريف لكثافة الفيض من هذا القانون. كثافة الفيض من هذا القانون؟ ايوه انا عايز اجيب تعريف لكثافة الفيض من القانون اللي انت استنتجتيه على الهواء ده. وصلت لنا اف بتساوي بي اي ال. تمام. هيبقى مقدار القوة، مقدار القوة على شدة التيار في طول السلك. يعني انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف كثافة الفيض، تروح قايلالي هاتها في ناحية لوحدها. بي هتساوي كام بي بقى؟ يبقى بي هتساوي اي في ال على اف. هتبقى اف على اي في ال، صح؟ صح. لما نقعد نعرفه بنعمل ايه بقى يا غادة؟ كثافة الفيض يبقى نحط المقام بواحد. صح. يبقى اف على واحد في واحد. مش اي بواحد وايه اللي بواحد، بقت اف. تقدر بقى تترجم لزمايلك تعريف لكثافة الفيض من هذا القانون. مقدار القوة العمودية. برافو عليك. بس مقدار تمام، كويس انك قلت مقدار. دي انت عارفة دي تساوي، دي كلمة تساوي نعبر عنها تمام، تقدر بمقدار. بمقدار من بقى؟ مقدار القوة. بس ناقصك حاجة غادة، القوة دي نوعها ايه؟ عمودية. لا، نوعها مغناطيسية. مقدار القوة المغناطيسية. مظبوط. المؤثرة على مين؟ المؤثرة على السلك عندما يكون تمام. عندما يكون شدة التيار بواحد. تمام. والطول بواحد. شكرا. على سلك طوله واحد متر، واحد تيار واحد امبير. قصدك بقى موضوع ازاي؟ موضوع عمودي. موضوع ايه؟ موضوع عمودي. هاي العمود على المجال. يبقى احنا كده جبنا تعريف لكثافة الفيض، تقدر بمقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك طول واحد متر تيار واحد امبير موضوع عمود على المجال، صح كده؟ تمام. ارجعي بقى تاني، تقدر تجيب لنا وحدة قياس لكثافة الفيض من هذا القانون ايضا؟ كثافة الفيض من هذا القانون؟ ايوه. هتقولها الورقة على الشاشة. تمام كده. عايزك تستخدم القانون بي بتساوي اف على اي ال انك تجيبي لي وحدة قياس كثافة الفيض. نيوتن على امبير في، نيوتن على امبير في متر. جميل. يعني انت عوضت عن الاف بالنيوتن. وعوضت عن الاي بالامبير. عوضت عن ال بالمتر. صح. طب انت لسه قايله من شويه ان في وحده قياس تانية لكثافه الفيض. كثافه الفيض وحده قياسها تسلا برضه. تسلا. معنى الكلام ده ان التسلا دي تكافئ مين؟ بتكافئ نيوتن على امبير في متر. وتكافئ مين كمان؟ وتكافئ وبر في متر مربع. شكرا. وبر على متر مربع. تمام. اذا كثافه الفيض لها كام وحده قياس؟ 3. ثلاث وحدات. التسلا تكافي نيوتن على متر مربع، نيوتن على امبير في متر، تكافي وبر على متر مربع. طب خليك معايا غاده. من نفس القانون اللي هو اف بتساوي بي اي ال، نقدر ان احنا نجيب تعريف لكثافه الفيض. يلا كده عرفيني بقى، تعرفي لي ازاي. هكتب القانون اف بتساوي بي اي ال. احط هنا نيوتن عشان دي قوة. احط هنا تسلا اللي انا عايز اعرفها. احط هنا امبير. احط هنا متر. صح. يعني ايه امبير؟ امبير سبب التيار. برافو. يعني ايه فولت؟ فولت فرق الجولت. يعني ايه ثانية؟ الزمن. ثانية يعني ايه؟ الزمن. زهايل. طب انا عايز اعرف التسلا. يبقى تسلا هي مين؟ نخليها في طرف لوحدها. التسلا هي مين؟ تسلا كثافة الفيض. تمام. برافو عليك. فاضي واحد واحد واحد. قولي بقى يلا. يبقى التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي. المؤثرة على مين؟
ثبت الفلول المغناطيسي المؤثرة على شدة التيار مقداره 1 أمبير. يعني كثافة الفيض المؤثرة على سلك مش كده؟ ماله بقى؟ يمر بيه تيار شدته 1 أمبير. تمام. طوله 1 متر؟ طوله 1 متر. ها؟ متأثر عليه قوة مغناطيسية مقدارها 1 نيوتن. نيوتن؟ بس عندما ايه؟ عندما يكون موضوع عمودي. هايل. يبقى هي قالت غادة نسمع كلنا، التسلا يا كثافة الفيض المغناطيسي المؤثرة على سلكه طوله 1 متر يحمل تيار شدة 1 أمبير بقوة قدرها 1 نيوتن عندما يوضع هذا السلك عمودي على المجال. طب جاوب يا غادة، ما معنى قولنا كثافة الفيض المغناطيسي 3/10 تسلا؟ كثافة الفيض المغناطيسي 3/10 تسلا. إذن مقدار ال مقدار شدة التيار مقدار اذا كثافة الفيض بتساوي 3/10 عندما يمر بسلك تيار شدته 1 أمبير. لا 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 خالص لا، ما معنى، بصي انت عارفه ان كثافة الفيض دي مقدار القوة على طول. لما يقول لك ما معنى كثافة الفيض 3/10 تسلا، كثافة الفيض 3/10 تسلا نقول له يعني ذلك ان مقدار القوة. فهمتني؟ المؤثرة على مين؟ مقدار القوة المؤثرة على سلك طوله كام؟ طوله 1 متر يحمل تيار شدته كام؟ 1 أمبير. موضوع عمود على المجال بتساوي كام نيوتن بقى؟ بتساوي 3/10 نيوتن. شكرا، 3/10 نيوتن. وليها بقى تاني؟ اذا مقدار القوة المؤثرة على سلك يمر بيه تيار شدته 1 أمبير طوله 1 متر بتساوي 3/10 نيوتن. بس عندما يكون موضوع عمود على ايه؟ المجال. صح كده؟ أسألك سؤال بقى يا غادة، إحنا عندنا كام حالة للسلك أما يوضع داخل المجال؟ لو السلك عمود على المجال القوة هتساوي كام؟ السلك عمود على المجال؟ إف هتساوي إف هتساوي مين؟ مش بي أي إل؟ طب لما السلك يميل سيتا على المجال إف هتساوي كام؟ اف هتساوي بي اي ال. السلك يميل على المجال اف هتساوي بي اي ال ساين سيتا، صح؟ طب لو السلك موازيا للمجال اف هتساوي كام؟ هتساوي صفر. اسالك سؤال بقى يا غاده، اتفضل. اسالك سؤال ورد عليا، بس عايزك بقى تجاوب اجابه نموذجيه عشان يبقى ليك تحية عندنا حلوة قوي. بقول لك علل عدم تحرك سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. علل عدم تحرك سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. جاوب يا غادة. موضوع داخل مجال مغناطيسي. السؤال بقول لك علل عدم تحرك سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم. وذلك لانه يكون عمود يكون موازي موازي لخطوط الفيض. لان يعني السلك موضوع موازي لخطوط الفيض. واسكت. وبالتالي فتكون القوه بتساوي صفر. طب ايه اللي خلى القوه بتساوي صفر؟ ان ساين سيتا هتساوي صفر. ليه اذا تقولي لان السلك موضوع موازي خطوط الفيض. فتكون الزاويه المحصوره بين السلك والمجال صفر. وساين صفر بصفر. وحسب العلاقه اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا، اذا اف هتساوي كام؟ صفر، ولا يتحرك السلك. صح كده؟ تمام. سؤال على فكره، انت اجابتك خوافه شويه، انت خايفه صح يا غاده؟ طب انت اتشجعت ولا لسه؟ السؤال اللي جاي بقى ده عليه بقى ايه؟ يعني حاجة حلوة بقى من المنصورة بقى. بس خلي بالك غدا. نعم. ركزي يا غدا. قلنا علل عدم تحرك سلك يحمل تيار موضوع داخل مجال منتظم. قلنا لأن السلك يكون موضوع موازي المجال. فتكون الزاوية المحصورة بين السلك والمجال كام؟ صفر. صفر.
وتكون من بقى ساين صفر بصفر حسب العلاقة اف بتساوي بي اي ال ساين اف هتساوي صفر صح كده؟ تمام. يقول لك بقى صف ماذا يحدث لو مع ذكر السبب. صف ماذا يحدث لو مع ذكر السبب. اذا وضع سلك يحمل تيار، اذا وضع سلك يحمل تيار منطبق على محور ملف لولبي يحمل تيار. ماذا يحدث لو اذا وضع سلك يحمل تيار منطبق على محور ملف لولبي يحمل تيار؟ ايه اللي يحصل يا غادة؟ هتكون القوة بتساوي صفر. ايه؟ كده تحرك السلك. ليه بس؟ سبب، قول لنا السبب مع ذكر السبب. كده كده ممتاز يا غادة، قولي. القوة هتساوي صفر وبالتالي لا تحرك السلك، لأن الزاوية هتكون بتساوي صفر وساين ستة بتساوي صفر، يبقى القوة هتساوي صفر. طيب هي الزاوية بتساوي صفر ليه؟ عشان منطبق على محور الملف اللولبي. طب ايه ايه اللي عرفني ان الزاوية بتساوي صفر؟ عشان منطبق عليه. علشان منطبق على مين؟ على محور الملف اللولبي. طب انا يهمني المجال ولا يهمني محور الملف اللولبي؟ يهمني المجال. طيب هل انت اتكلمتي عن مجال الملف كده؟ لا. يبقى لازم ابدا كلامي على اتجاه على وضع مجال الملف اللولبي. فانا اقول له بقى المجال هيكون عمودي. لا، انا اقول له من المعلوم ان مجال الملف اللولبي منطبق على محوره. انا راسم الملف اللولبي اهو، وادي ده محوره، ده محور الملف اللولبي. نقول له من المعلوم ان مجال الملف اللولبي منطبق على محوره اهو. يبقى اللي بالاحمر ده مجال الملف اللولبي. انت جبت لي بقى السلك حطيته منطبق على محور الملف اللولبي. هقول له من المعلوم ان مجال الملف اللولبي منطبق على محوره. وعندما يوضع السلك منطبق على محور الملف اللولبي، السلك ينطبق على مجال الملف اللولبي. فتكون الزاويه المحصوره بين السلك والمجال كام؟ صفر. وساين صفر بصفر، وحسب العلاقه اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا، اف هتساوي صفر ولا يتحرك السلك. تمام. طب عندك سؤال شبهه كده؟ لا. في. طب ايه رايك بقى لو احنا حطينا السلك ده منطبق على محور ملف دائري؟ لو حطينا على محور ملف دائري، ايوه، هيكون لو السلك وضع منطبق على محور الملف الدائري، السلك ده يتحرك ولا لا؟ هيتحرك عشان هيكون عمودي. ليه؟ طب خليكي معايا، خليكي معايا غادة. ادي اللي قدامك ده الملف الدائري. شايفاه؟ محوره فين؟ ها؟ محور الداخل. محور الملف الدائري هو ده. شايفة اللي بالاحمر ده؟ محور الملف الدائري ده خط مستقيم مر بمركزه كده عمود على مستواه. ايه الفرق بين محور الملف اللولبي ومحور الملف الدائري يا غادة؟ محور الملف اللولبي الخط المستقيم الواصل من مركزي اول واخر لفة. يبقى المحور ده منطبق على طول الملف، منطبق على مستواه. لكن هنا بقى محور الملف الدائري عمود على مستواه. وصل؟ تمام. تفتكر بقى مجال الملف الدائري ماله يا غادة؟ مجال هيكون عمود عليه، يعني منطبق على محوره. ولا انا غلطان؟ لا تمام. يبقى اللي بالاخضر ده خليه بالازرق ده مجال الملف الدائري اهو، منطبق على محوره. لما اجيب السلك احطه منطبق على المحور كده، مش اصبح السلك منطبق على المجال؟ فتبقى الزاويه المحصوره بين السلك والمجال كام؟ صفر. وتبقى الزاويه ساين صفر بكام؟ ساين صفر بصفر. وتبقى القوه بتساوي صفر ولا يتحرك السلك. اذا انا من حواري معاك يا غاده المفروض زمايلنا يكونوا فهموا حاجه، ان اذا وضع سلك موازي المجال لا يتحرك. اذا وضع سلك منطبق
على محور ملف لولبي ايضا لا يتحرك. اذا وضع سلك منطبق على محور ملف دائري ايضا لا يتحرك. والسبب في الحالات الثلاثة ان السلك هيكون منطبق على المجال، تكون الزاوية المحصورة بين السلك والمجال صفر وساين صفر بصفر، وحسب العلاقة اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا، اف هتساوي صفر ولا يتحرك هذا السلك. وصل يا غدا؟ طيب انت عايزة تكتفي كده ولا عايزة تكملي معايا؟ لا اتفضل. تمام اتكملي؟ ماشي. طيب هدي مسألة بقى، بقول لي سلك تياره 20 امبير. تمام تمام؟ اي ب 20. احسب كثافة الفيض على بعد 4 سنتي من السلك في الهواء. يبقى ال بتساوي ايه؟ تمام، احسب كثافة الفيض على بعد 4 سنتي من السلك في الهواء. يلا كده ملين الحل. ال بتساوي 4. انا عايز بي هتساوي كام؟ بي بي كثافة الفيض عند نقطة بالقرب من سلك يحمل تيار موضوح في الهواء. هتساوي مش فاهمة السؤال. 2 في 10 سالب 7، فاكرة؟ تمام. اي بكام؟ اي بتساوي 20. ب 20. بعد النقطة عن السلك كام؟ 4. يبقى 4 سيبها ولا حولها؟ 4 في 10 سالب 2. 4 في 10 سالب 2. طب انت حولتي ليه؟ عشانها بالسنتي تبقى بالمتر. تمام. نختصر لو انت تطلع 10 اس سالب 4 تسلام. خلاص؟ تمام. ده كان المطلوب الاول. سلك يحمل تار 20 امبير، احسب كثافة الفيض على بعد 4 سنتي من السلك في الهواء. قال لي واذا وضع سلك اخر، سلك ايه؟ طوله 1 متر يحمل تار 10 امبير موازيا للسلك الاول، عند تلك النقطة احسب مقدار القوة المؤثرة فيه. شدة التيار الثاني 10 امبير، طول 1 متر، بس السلك الثاني موضوع موازيا للسلك الاول، كم تكون مقدار القوة المؤثرة فيه؟ يبقى اف بتساوي بي اي ال ساين تيتا. كم؟ بي اي ال ساين تيتا. ليه بقى ساين سيتا ليه؟ طيب هي سيتا هنا بكام؟ هي سيتا هنا بصفر، يبقى اف بتساوي بي اي ال. كم؟ بي اي ال. يعني هنا هقول اف بتساوي بي اي ال؟ اشمعنى؟ علشان سيتا بصفر. عشان ايه؟ سيتا بصفر. سيتا بصفر؟ لو سيتا بصفر يبقى اف بتساوي صفر. صح؟ صح. فانا عايز اسال غاده وكل زمايلها معانا، السلك الثاني موازي السلك الاول. وانا عايز اجيب مقدار القوة المؤثرة على السلك الثاني. لو سميت ده اكس وده واي، السلك واي ده موازي السلك اكس، وانا عايز اجيب مقدار القوة المؤثرة على السلك واي. انا هقول لك حاجة حلوة بقى. بس يا غدا تفتكري ايه وضع مجال السلك بالنسبة للسلك نفسه؟ مش مجال السلك عبارة عن حلقات دوائر؟ قولي كده. عمود عليه. هايل. يبقى مجال السلك اكس ده عمود عليه. صح ولا غلط؟ تمام. طب والسلك واي بوازي السلك اكس. اذا السلك واي ماله؟ مجاله عمود على السلك اكس برضه. شكرا. يبقى السلك واي عمود على مجال السلك اكس. اصبحت الزاويه اللي بيصنعها السلك واي مع المجال قيمتها كام؟ 90 درجه. كام؟ 90 درجه. يبقى مفروض ساين 90 بكام؟ يبقى ساين 90 بواحد. يبقى اصبحت اف بيساوي بي اي ال. بي اي ال. فهمت بقى انت اخترت بي اي ال ليه؟ تمام. تمام، عشان مجال السلك 20 ده سلك اكس مجاله عمود عليه، والسلك واي بوازي السلك اكس، يبقى السلك واي عمود على مجال السلك اكس، يتاثر بقوه بي اي ال. بي بكام بقى؟ 10 سالب 4.
هي الاي بكام؟ الاي بتساوي ب10. السلك التاني ب10. اه تياره 10، تياره طول 1 متر، تطلع القوة ده 10 سالب 3 نيوتن. خليك معايا، تمام. المسألة كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول سلك يحمل تيار 20 امبير، احسب كثافة الفيض على بعد 4 سنتي من السلك في الهواء. المطلوب الاول احسب كثافة الفيض على بعد 4 سنتي من السلك في الهواء، جيب نبيه 2 في 10 سالب 7، 20 على 4 في 10 سالب 3، 10 سالب 4. قال واذا وضع سلك اخر، سلك تاني بقى طوله 1 متر تياره 10 امبير موازيا للاول، عند تلك النقطة احسب مقدار القوة المؤثرة فيه. فاحنا جاوبنا وقلنا اف بتساوي اي ال، تمام. قلنا مجال السلك اكس عمود عليه، مجال السلك الاول عمود عليه، والسلك الثاني بوازي السلك الاول، اذا السلك الثاني ماله بقى يا غاده؟ عمود عليه برضه، فيتاثر بقوه اف بتساوي بي اي ال 13 سالب 3 نيوتن. طب هسالك بقى سؤال يا غاده، اتفضل. احنا كده جبنا مقدار القوه طلع 10 سالب 3 نيوتن. طب متى تكون هذه القوه تجاذب ومتى تكون تنافر؟ تكون القوة تجاذب لما يكون السلكين في عكس الاتجاه. تاني كده، تكون تجاذب لما يكونوا في عكس الاتجاه. تجاذب لما يكون السلكين بيحملان تيار في اتجاه واحد ولا في اتجاه متضادين؟ اتجاه واحد. برافو. يبقى تجاذب اذا كان السلكين يحملان تيار في نفس الاتجاه. طب تبقى تنافر امتى بقى؟ لو في عكس الاتجاه، لو السلكين يحملان تيار في اتجاهين متضادين. يبقى تكون القوة تجاذب اذا كان السلكين يحملان تيار في اتجاه واحد، تكون تنافر اذا كان السلكين بيحملان تيار في اتجاهين متضادين. هسألك بقى سؤال يا غادة، لما وضع سلك يحمل تيار عمود على المجال، مش المجال يأثر عليه بقوة؟ القوة تحركه، تفتكري اتجاه حركة السلك ده يعتمد على مين؟ يعتمد على كثافة الفيض. ايه؟ يعتمد على كثافة الفيض. ليه؟ لأنه هينتقل من الأعلى كثافة للأقل كثافة. تمام. يعني ولكن اتجاه حركة السلك ملوش علاقة بكثافة الفيض، له علاقة باتجاه المجال، فاهمة؟ تمام. دايما اتجاه القوة يعتمد على اتجاه التيار واتجاه المجال، لكن مقدار القوة يعتمد على مقدار التيار وعلى مقدار كثافة الفيض. فرق بقى بين اتجاه وبين مقدار. لما يقول لك اتجاه الحركة بيعتمد على مين، قول له بيعتمد على اتجاه المجال وعلى اتجاه التيار. متفقين غدا؟ سمعني؟ تمام. هل هناك قاعدة تستخدم في تحديد اتجاه الحركة؟ ايه القاعدة اللي بتستخدم في تحديد اتجاه حركة السلك؟ قولي كده. قاعدة امبير. لا، القاعدة بتستخدم في تحديد اتجاه حركة السلك، اللي هي بستخدمها عشان احدد اتجاه حركة اي سلك بيحمل تيار موضوع في المجال، اسمها قاعدة مين دي؟ قاعدة ايه؟ حركة الساعة. لا، عقربي الساعة. لا. طيب قاعدة عقربي الساعة تستخدم في ايه؟ تحديد اتجاه المكان. لا، قاعدة، تمام، قاعدة عقربي الساعة تستخدم في تحديد قطبية الملف، ومن ثم نقدر نجيب بها اتجاه المجال. لكن في قاعدة بقى، طب بص لايه ايدي كده على الهوا قدامك، فكرتك بايه الحركة دي؟ قاعدة فيلم بلادي اليوم. قاعدة فيلم بلادي ليه؟ اليسرى. تمام. قاعدة فيلم مجال اليد اليسرى دي تستخدم في تحديد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يحمل تيار. عارفة نص القاعدة دي؟ قوليه كده وانا شاور على صوابعي. القاعدة بتقول اذا جعلت مين؟ اذا جعلت اصابع اليد متعمدية، اللي هما مين ومين؟ الشبابة والابهام والوسط. طيب ادي الابهام شايفينه؟ وادي السبابة وادي الوسطى.
إذا جعلت الإبهام والسبابة والوسطى لليد اليسرى متعمدة. بنبدأ بمين يا غادة؟ نبدأ بالوسطى. بالإبهام. وبدي بعديه مين؟ السبابة. بعديه الوسطى. إذا جعلت الإبهام والسبابة والوسطى لليد اليسرى متعمدة. اللي انتهيت بيه ارجع بيه. وكان الوسطى مع اتجاه التيار. شكرا. التيار. والسبابة مع اتجاه الفيض. مع التمام. مع اتجاه المجال. الابهام يشير الى اتجاه حركة السلك. اذا جعلت الابهام والسبابة والوسطى لليد اليسرى متعمدة. وكان الوسطى مع اتجاه التيار والسبابة مع المجال. الإبهام يشير لاتجاه حركة السلك، صح كده؟ تمام. طيب احنا عايزين نستخدم القاعدة دي يا غادة، تبقى شاطرة قوي بقى وتبقى مركزة معانا تمام. لو احنا عايزين نحدد اتجاه حركة السلك اللي قدامك في الشكل ده، وصلت عندك يا غادة؟ اه. شايفة اتجاه المجال من اللي منين؟ اه. من الغرب للشرق. تمام؟ اه. واتجاه التيار من اللي منين؟ اتجاه المجال من الغرب للشرق، واتجاه التيار من اسفل لاعلى. تمام، يعني من الجنوب الى الشمال. اه. عايزينك بقى حددنا بقاعدة فيلمنج اليد اليسرى اتجاه حركة السلك ده هيبقى ازاي؟ طب ممكن تيجي تاني على الشاشة بس؟ نجيب الشاشة تاني؟ اه. اوكي وصلت عندك. اتجاه التيار هيكون لاعلى. اتجاه التيار من اسفل ورق الى اعلى الورقه. تمام. انا عايزين اتجاه حركه السلك بقى. طبق القاعده، يعني حط السبابه مع المجال وحط الوسطى مع التيار وشوف الابهام هيشير الى انه اتجاه، هو ده اتجاه حركه السلك. يلا كلكم معانا بقى، عايز كل طلبه مصر معانا، كلنا معانا، كلنا قدامنا الورقه، كلنا نعمل السبابه بتاع ايدينا الشمال من الغرب للشرق. أوه. ونعمل الوسطى من الجنوب الى الشمال. أوه. ونخلي السبابه عمود عليهم، هيبقى اتجاهه ازاي؟ السبابه هيكون من اليمين لليسار. من ايه؟ اليمين لليسار. من اليمين لليسار. الى اليسار. طب ليه؟ طب اتخليكي معانا بقى. اه. خلوكوا كلكم معايا. ادي السبابه اهو كده مع المجال ولا لا؟ اه معاه، شايفاه؟ تمام. طيب هل الوسطى اللي انا عامله كده مع التيار دلوقتي ولا لا؟ لا مش معاه. شكرا. كده انا غلطان. اه. انا عامل اتجاه التيار من الشمال للجنوب. اه. بس هو العكس، عملت دي كده اهو، يبقى قلبها كده. صح ولا غلط؟ ها كده اصبح. أوه. صح ولا غلط؟ صح. صح. افتكر بقى الابهام متجه الى ايه دلوقتي؟ الابهام بتاعي لداخل الصفحه. شكرا. يعني عموده والى الداخل. اه. يبقى السلك ده يتحرك عمود على الورقه والى الداخل. اه. تمام. اللي احنا جبناها لو انت متابعه معانا عن طريق كثافه الفيض. اه. صح كده. إذا جعلت الإبهام والسبابة والوسطى لليد اليسرى متعمدة، وكان السبابة مجال والوسطى مع التيار، فإن الإبهام يشير لاتجاه الحركة، يبقى السلك يتحرك عمود على الورقة وإلى الداخل. تمام. عندك مشكلة كده؟ لا كده تمام. طب إيه رأيك بقى لو أنا اديتك رسمة تانية قدامك أهي؟ أدي المجال أهو. وادي التيار لاسفل كده. يلا بقى يا غاده حدد لنا انت اتجاه حركه السلك ده. التيار لاسفل. ايوه. يبقى العمود للداخل. عمود وايه؟ للداخل. عرفتها ازاي؟ آه.
الوسطى مع اتجاه التيار تمام الأسفل، تمام والسبابة يشير لاتجاه الفيض. تمام، يعني هي قصدها ان عملت السبابة من الشرق للغرب، صح يا غدا؟ وعملت الوسطى من اعلى الاسفل، فيبقى فعلا يعني من الجنوب، من الشمال للجنوب، بفعل عمود على الورقة والى ايه الداخل. برافو يا غدا. طب في كمان مسألة بقى يا غدا، بقول عندي سلك اهو تياره 30 امبير، وعندي سلك تاني اهو تياره ايضا 50 امبير، والبعد بينهم 20 سنتي، 20 سنتي، تمام؟ حطينا سلك في المنتصف في النص، السلك ده كان طوله 50 سنتي تياره 3 امبير، المسافة ده 10 سنتي وده 10 سنتي، طالب منك مقدار القوة المؤثرة في السلك الأوسط، تعملي يا غادة؟ هنجيب مقدار القوة المؤثرة من يعني السلك ده موضوع في منتصف المسافة بين السلكين 30 و 50، أنا عايز أجيب مقدار القوة المحصلة المؤثرة في السلك الأوسط ده. هنجيب بقى كثافة الفيض للسلك الأول. تمام، بيولي السلك الأول 2 في 10 سالب 7، 30 على 10 في 10 سالب 2. أنا خدت 10 سنتي بس ليه؟ علشان بعد النقطة عن هذا السلك. تطلع 6 في 10 سالب 5 تسلا. تمام. وراح أجيب بي 2 بقى تاني. السلك التاني. 2 في 10 سالب 7، 50 على 10 في 10 أس سالب 2. تطلع 10 في 10 أس سالب 5 تسلا. خلاص كده؟ يعني انت متفقه معايا هجيب كثافه فيض السلك بي 1 كثافه فيض السلك بي 2، صح كده؟ تمام. انا هسالك سؤال، شايفه النقطه ديت؟ شايفاها؟ تفتكري مجال السلك 30 امبير عند تلك النقطه اتجاهه فين؟ مجال السلك 30 امبير؟ معك كده؟ اتجاه المجال؟ ها؟ مش هو هيبقى ايه وضعه ايه؟ التيار هيكون اعلى؟ انا بسألك على اتجاه مجال السلك. اتجاه هيكون الداخل. ايه؟ الداخل. لا. السلك 30 امبير ده عند تلك النقطة مجاله عموده للخارج. يبقى اتجاه بي 1 هنا عمود للخارج على فكرة. طب هاتيلي اتجاه مجال السلك التاني عند نفس النقطة. عمودي للداخل. عموده للداخل، بيتو هنا هتبقى عموده للداخل. تمام. عند النقطة دي أنت عندك كم مجال؟ عندي مجال مجالين. مع بعض ولا عكس بعض؟ عند النقطة مع عكس بعض. يبقى المحصلة طرح ولا جمع؟ طرح. يبقى بيتو توتال هتساوي الفرق بينهم. اللي هو 4 في 10 أس سالب 5. تسلا، تفتكري اتجاه هذه المحصلة بقى ازاي؟ اتجاه المحصلة؟ ايوه. هيبقى عموده للخارج ولا عموده للداخل؟ هيكون راجع نفسك، بي 1 عموده للخارج وبي 2 عمودي وللداخل. وعندك بي 2 اكبر من بي 1. هتبقى المحصلة طرح، وفي مين اتجاه الكبيرة؟ مين الكبيرة، بي 2 ولا بي 1؟ بي 2. يبقى المحصلة هتبقى عمودي وللداخل، صح كده؟ تفتكر بقى مقدار القوة المؤثرة على السلك الأوسط ده هتساوي كام؟ مش اف المؤثرة على السلك الأوسط بي توتال عند تلك النقطة في تياره في طوله. طب بي توتال دي بكام؟ بي توتال بكام؟ 4 في 10 سالب 5. تيار السلك الاوسط 3 طوله 50 سنتي. تمام؟ 50 في 10 سالب 2 هتطلع 6 في 10 سالب 5 نيوتن. حلو كده؟ تمام. عايز منك يا غاده بقى حاجه مهمه، تقدري تحددي لي
اتجاه حركة السلك، السلك الأوسط ده اتجاه حركة السلك الأوسط. اتجاه حركة السلك الأوسط ده تمام. خلي بالك المحصلة عموده إلى الداخل. ها ماشي يا غادة، شكرا يا غادة. عايزين نحدد اتجاه حركة السلك ده، سهل قوي. اتجاه حركة السلك هنا، اتجاه حركة السلك عموده للداخل. خلي بالك هنا عموده ايه وللداخل، والتيار هو من اسفل لاعلى. السلك ده يتحرك جهة اليسار نحو السلك اللي بيحمل تيار 50 امبير. ايوه. اميرة، اميرة، الو اميرة، الو، ايوه اميرة، ازيك؟ الحمد لله يا مستر. حوامدية، اخبارك ايه يا اميرة؟ الحمد لله يا مستر. تأمري يا غالي، تأمريني. انا كان عندي مسألة يا مستر. تفضلي قولي يا اميرة. بيمر طيار سكوته 7.8 امبير. تاني كده. بيمر طيار سكوته 7.8 امبير في سلك. تمام. في سلك طويل مستقيم عمودي على الورقة. تمام. في مكان اتش بتاعت الارض فيه كام؟ الو الو، أميرة أميرة أميرة، مسألة أميرة في سلك بيحمل تيار عمودي على الورقة وإلى الخارج. حاضر، عمودي على الورقة وإلى الخارج، التيار ده 7.8 أمبير، عايز على بعد 8 سنتي كثافة الفيض. بص يا أميرة، شبه المسألة اللي هو عطاها لنا محمود في البداية. معتز يا ربي، معتز اللي عطاها لنا، معتز. هنا السلك يحمل تيار عموده ولليه خارج، يبقى اصبح المجال عكس عقارب الساعة. السلك عموده الخارج، هنا اصبح اتجاه المجال في اتجاه الزوال. انت هتجيب بيه كثافة الفيض يا اميرة 2 × 10 سالب 7، تيارك 7.8، 8 × 10 سالب 2، هتجيبي لنا كثافة الفيض. مديك اتش للارض دي، بس انا مانيش متذكر كام عن في ليه جهة دي، حب مجال الارض في نفس اتجاه مجال السلك. في الجهة دي حب عمودي، في الجهة دي حب طرح، هنا حب ارضك عمودي. شبه المسألة اللي حلناها معتز تقريبا من القاهرة. كده حبايبي احنا قلنا اذا وضع سلك يحمل تيار عمود على المجال، اثر فيه المجال بقوة، القوة تحركه في اتجاه عمود على كل من اتجاه المجال وايه التيار، تعرف بظاهرة مين؟ المطور. في عجلة سريعة، الوقت خلص، هنوريكم بقى السلك هوت. يا ريت نجيب بقى احنا مين، نجيب اللاب بتاعنا كده، هنبين التجربة في ثواني معدودة. انا كده اهو السلك على فكرة بيتحرك. خلي بالكو انا قطعت التار، السلك ساكن. خلي بالكو انا هعكس اتجاه البطارية، اهو عكست اتجاه التيار، السلك اتحرك في اتجاه مضاد. يبقى اتجاه الحركة بيعتمد على اتجاه التيار. شوف هعمل ايه دلوقتي، هغير وضع قطبي المغناطيس اهوت. ايوة، اتجاه الحركة ايضا بيعتمد على اتجاه مين؟ المجال واتجاه التيار. تلك هي التاني، هغير وضع البطارية اهوت. تمام اهوت، هنلاقي ان اتجاه الحركة بيعتمد على اتجاه المجال واتجاه مين؟ التيار. اذا وضع سلك يحمل تيار عمود على المجال المغناطيسي، أثر فيه المجال بقوة تحركه، اتجاه القوة يعتمد على اتجاه المجال واتجاه التيار. تلك فكرة عمل ظاهرة المطور. وبكده أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
فقط وحصريا على مصر التعليمية مدرسة على الهواء للشهادات العامة. تشاهدونه في الأوقات التالية